لا عشان لا اوكي بدون ما اطلع بدون ما اطلع بس صوتك ينسمع انك ما ترضى على بناتك ينهانون ما ترضى على ابنه بنتك يلمسها رجال هذا شرف. في بلد محافظ كالبحرين لا يتورع جلاوزة عائلة آل خليفة الحاكمة عن اعتقال وتعذيب النساء انتقاما من دورهن الفاعل والمؤثر في الحراك الشعبي المتواصل من أجل التحول الديمقراطي. فقد وثقت المنظمات الحقوقية قرابة 1000 حالة اعتقال لحرائر بحرانيات منذ انطلاق الحراك في العام 2011 على خلفية تهم تندرج تحت مسمى التعبير عن الرأي. السلطات أصدرت أحكاما بالسجن على العديد منهن حيث حرمن من الحرية وعانين كثيرا من البعد عن أطفالهن وعوائلهن. تقبع اليوم في المعتقلات 6 نساء من بينهن هاجر منصور التي اعتقلت انتقاما من صهرها الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي، فيما بادرت السلطات مؤخرا إلى إطلاق سراح 5 أخريات من بينهن الناشطة نجاح يوسف التي اعتقلت إثر انتقادها لإقامة سباق الجائزة الكبرى في البحرين. خطوة اعتبرتها حركة أحرار البحرين المعارضة مؤشرا على تراجع النظام وهزيمته في ظل متغيرات دولية وإقليمية لا تصب لصالحه بل لصالح شعب البحرين الصامد الذي بزغت في الأفق بشائر نصره المؤزر.